بعد نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ممثلة بإدارة الفعاليات العمالية في قطاع تنظيم علاقات العمل مبادرة ثلاجة الفريج بالتعاون مع مؤسسة مبادرات محمد براشد المكتوم العالمية وبالتعاون مع فرجان دبي. وكان لهذه المبادرة أثر كبير في إسعاد المجتمع، وخاصة بعد توزيع مليون عبوة مياه باردة ومنتجات أطفأت لهيب الصيف. التفاصيل في التقرير التالي. سيارة المثلجات التي كانت فرحتنا في الطفولة أصبحت واحة متنقلة للكبار. ثلاجة الفريج المبادرة المدعومة من مؤسسة مبادرات محمد راشد المكتوم العالمية والتي أطلقها فرجان دبي بالتعاون مع مؤسسة سقيا الإمارات وبنك الإمارات للطعام، وزعت مليون عبوة مياه باردة وعصائر ومثلجات بهدف تخفيف تأثير حرارة الصيف على عمال البناء والزراعة، بالإضافة إلى سائقي توصيل الطلبات في شوارع دبي، تعزيزاً لمبادئ التراحم والعطاء في المجتمع. الحمد لله رب العالمين، اليوم وصلنا لليوم الختامي لمبادرة ثلاجة الفريج. المبادرة أطلقتها مبادرات محمد براشد المكتوم العالمية بالتعاون مع فرجان دبي ومؤسسة سقيا الإمارات و بنك الطعام الإماراتي. الحمد لله رب العالمين، خلال هذه الفترة تمكنت الحملة من توزيع مليون عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات إلى فئة العمال. المبادرة تعكس أهمية إسعاد أفراد المجتمع وتحسين جودة حياتهم، خاصة في الأوقات التي تتطلب دعما إنسانيا ملحا. وصول المبادرة إلى توزيع مليون عبوة مياه يعكس التزام مجتمع دبي بقيم البذل والعطاء الإنساني، وقد لعب المتطوعون دورا حيويا في إنجاح الحملة وتوسيع نطاق تأثيرها، مما أظهر الروح المجتمعية القوية التي تشجع على العطاء والمشاركة الفعالة. سعيدين جدا باختتام هذه الحملة، والحمد لله نقدر نقول كنا محظوظين، يعني ان كان لنا دور كبير في حملة ثلاجة الفريج واللي كانت بدعم من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية. ما كانت بتنجح هاي الحملة بدون دور المتطوعين. المتطوعين اللي ما شاء الله يعني حاطوا في كل فرجان دبي، يعني من الخوانيج لين البرشة جنوب، يوصلون ويوزعون الماي وعبوات العصير والايس كريم على كل السائقين التوصيل والمزارعين والعمال اللي موجودة يعني في أحياء دبي. الحملة التي اختتمت بتوزيع المياه والمشروبات الباردة عبر سيارات مجهزة جابت مختلف مناطق دبي، أكدت التزام دبي بمسؤوليتها المجتمعية وتقديرها لجهود العمال وتفانيهم في عملهم، مما ساهم في إدخال السرور والبهجة إلى قلوبهم وإظهار التقدير والدعم لهم.